مرحب أحبابي، اليوم بدي أعمل أنا وياكم طريقة تحضير أربع مشروبات سخنة للشتوية. أربع مشروبات إن شاء الله، الطرق اللي بدي أعملهم بينالوا إعجابكم. لنبلش الطرق مع بعض. بسم الله. أول شي عنا كوبين حليب، ملعقة طعام نشا، وملعقتين طعام سكر. بحط الحليب، النشا، عم نعمل هلا السحلب. بحركن شوي على البارد، برجع بحطن وبحركن تحريك مستمر على الغاز. بس صار عنا السحلب بهيدا القوام، هلا بطفي الغاز. هلا بنحطهم بالفنجان. وبرش على الوجه شوية قرفة بسيطة بهيدا الشكل. بتمنى الطريقة تكون نالت اعجابكم. بدعمل انا وياكم طريقة تحضير مشروب شتوي سخن وكتير صحي للالتهابات بالتم، وكمان بيمنع السعدة. بتمنى الطريقة تنال اعجابكم. لنبلش مع بعض. بسم الله. عنا ثلاث ورقات غار، ممكن تستبدلوا اليابس بالاخضر. 140 ملي مي، عصير نص حامضة، وقطعتين صغار من الزنجبيل. بحط المي بالركوة، كمان ورق الغار والزنجبيل. بغليهم مع بعض على الغاز. بس غلو بخفف الغاز قبل الأخير، مثلا عند الغاز آخر شيء أقل شيء درجة واحد، بحطه على اثنين. بتركن يغلو مع بعض حوالي دقيقة، برجع بطفي الغاز. بس غلو دقيقة عنا بطفي الغاز. منصبهم بالفنجان، كمان بحط فوقن عصير نص الحامضة، ملعقة صغيرة عسل. هذا المشروب اللي عملته أنا وياكم. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم. أول شي عنا كوب حليب، ملعقة صغيرة مليانة نشا، وملعقة طعام نوتيلا. هلأ بدنا نعمل مع بعض مشروب النوتيلا السخن. بحط الحليب بالطنجرة، كمان النشا. بحركن تحريك بسيط، بحطن على الغاز وبحركن تحريك مستمر. بس بلش الحليب بالغليان، هلا بحط فوق النوتيلا. كمان منستمر بالتحريك. هيدا الخليط عنا مزج مع بعضه وصار بهيدا القوام. هلا بطفي الغاز. هيدا مشروب النوتيلا اللي عملته انا وياكم. بتمنى الطريقة تكون نالت اعجابكم. طريقة تحضير الحليب بالزنجبيل والهيل. أول شي عنا كوب حليب، ملعقة طعام زنجبيل مبروش، أربع حبات كبشة قرنفل، وحبة هيل. بنحط الحليب بالطنجرة أو بالركوة، كمان بحط القرنفل والهيل والزنجبيل. نغليهم مع بعض على الغاز. بحركهم شي بسيط عشان ما يلزق لنا الحليب.
نصغل عنا الحليب بهيدا الشكل. هلا بطفي الغاز، اصفيهم بقلب الفنجان وبحط ملعقة صغيرة عسل، بنخلطهم منيح. هذا مشروب الزنجبيل اللي عملته أنا وياكم. بتمنى طريقة المشروبات السخنة الأربعة تكون نالت إعجابكم، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.